أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم إطلاق هذه الكلمة علماني على كل من صدر منه تساهل أو ما صدرت منه أفكار غربية؟ يقول سلمك الله: ما حكم إطلاق هذه الكلمة علماني على كل على كل من صدر منه تساهل أو صدرت منه أفكار غربية؟ وهل العلمانية كفر؟ نعم، العلمانية كفر، والعلمانية يقولون هي فصل الدين عن الدولة، فصل الدين عن الدولة، يقولون الدين في المساجد فقط، وأما في المعاملات وفي الحكم وفي فليس للدين دخل. هذه العلمانية فصل الدين عن الدولة. الذي يعتقد هذا الاعتقاد كافر، اللي يعتقد أن الدين ما له دخل في المعاملات ولا له دخل في الحكم ولا له دخل في السياسة، وإنما هو محصور في المساجد فقط وفي العبادة فقط، هذا لا شك أنه خطأ وإلحاد. أما إنسان يصدر منه بعض الأخطاء ولا يعتقد هذا الاعتقاد، هذا يعتبر عاصيا ولا يعتبر علمانيا، هذا يعتبر من العصاة.